النهارده اللي هنبتديها مع الاتحاد المصري لكره القدم اللي بيتراجع عن احاله ملف شركه ملابس المنتخبات للنائب العام. ده القرار اللي خدته اللجنه الثلاثيه اللي بتدير حاليا الاتحاد المصري لكره القدم عن التفكير في احاله ملف شركه الملابس اللي بترعى المنتخبات والحكام حاليا الى النائب العام. بعد في الاونه الاخيره تردد طبعا انباء عن الايام الماضيه عن وجود اتجاه قوي لاحاله ملف شركه الملابس الحاليه للنائب العام بداعي اهدار للمال العام وتحديدا مبلغ بيقدر ب $350,000. كان الكابتن هاني ابو هريده رئيس الجباليه السابق اتفق مع الشركه على توريد ملابس للمنتخب بقيمه $750,000 قبل ان يرحل عن الجباليه وتتولى اللجنه الخماسيه المهمه اللي توصلت في الاتفاق مع الشركه على ان تورد ملابس للمنتخب ب $350,000 فقط. الحته دي الواحد مش عارف يفهمها، انت ازاي المفروض كان في اتفاق وعقد سابق ب 750، الدواعي اللي هيخليني اقللها من 750 ل 350؟ يعني اذا ما كنتش هحاول ان انا ازود فيها بالتاكيد مش هنعمل انتقاص للقيمه اللي المفروض يورد بيها الشركه الراعيه للمنتخب. كمان اللجنه الثلاثيه الحاليه توصلت مع بعض اعضاء اللجنه الخماسيه السابقين اللي اكدوا ان الشركه ملتزمه بتوريد ادوات بقيمه $750,000 الى ان الاتفاق المثبت في محاضر اللجنه الخماسيه بقيمه $350,000 فقط لاسباب تتعلق بسعر الجمله وقيمه الجمارك. على ما اظن لا، يعني الموضوع الشركه مالهاش دعوه بالجمارك، الشركه مالهاش دعوه باي حاجه داخليه، الموضوع هو القيمه اللي هتورد لك بيه هو اتفقت على كام، وده اللي اتفق معاه زي ما احنا قلنا في الخبر الكابتن هاني ابو هريده. فالرقم اللي اكيد اللي كان متفق عليه هو اللي هيتورد بيه. المهم ايه اللي هيحصل؟ ان اللجنه الثلاثيه خلاص خدت قرار بان هي مش هتحيل الامر للجنه للنائب العام، وهتحاول تتواصل تاني مع الشركه المورده لملابس المنتخبات ونشوف الحكايه فين، حدوته فين. لكن ما اتوقعش ان في حد يبقى عنده قيمه عقد ب 750 ويحاول يتراجع فيه لاقل من كده، اذا ما كانش هيزوده يبقى كان اكيد يبقى في مشكله يعني.